دخلوا على نساء، لكن هم ليسوا قدوة لنا. لن ندخل على بيوتهم، لن ننتهك حرماتهم، لن نأسر أطفالهم، لن نرتكب مجازر. سنعاقبهم بطرقنا الشرعية. أي شخص، هذا كلام موجه للحراير، أي شخص سواء كان زوجك، أخوك، ابنك، دخل لمعركة التحرير من أجل الانتقام، رجاءً امسكيه عندك. من أجل المجازر امسكيه عندك. من أجل انتهاك حرمات الناس امسكيه عندك، مش محتاجين له. بيني وبينهم شرع الله، تحية لي. هذه كل حرة توجيه أبنائها، زوجها، أخوتها إلى الاتجاه اللي يرضاه الله أولا، وترضاه شريعتنا، ويرضاه أبناء معمر القدف. إحنا لا بنترك كتارنا، ولا بنتنازلوا على حقوقنا، ولا بنتنازلوا على دماء شهدائنا، ولا أسرانا المعذبين، ولا قبائلنا المهجرة، ولا أرضنا اللي انتهكت، ولا أعراضنا اللي انتهكت. هذا أمر مرفوض، هذا أمر غير مقبول فيه النقاش، غير مقبول فيه الجدل نهائيا. احنا عندنا ثار، الثار لا يموت، ولكن كل شيء يكون تحت شرع الله. القصاص، بارك الله فيك. لما ناخذ القصاص بطريقتي وبشكل شخصي، يعني انا ما فيش فرق بيني وبينهم. اذا كنت تتبع قياده وتتبع مقاومه وتتبع قبيله، احنا ليش نتكلم على القبائل؟ احيانا ترسلت ما يتبعش المقاومه، أحيانا من أنتم ما يتبعش قيادة مقاومة، لكن يتبع قبيلة. إذا كنت تتبع قبيلتك، حتقوم بما توجهك به قبيلتك. إذا أنت طلعت من القبيلة، مش محتاجين لك، غني الله عنك. القبيلة هي اللي حتوجهك، وهي اللي حتاخذ لك حقك، وهي اللي حتجيب الثار، وهي اللي حتطلع الأسرة، وهي اللي حتاخذ حق الشهداء والأرامل. إذا خرجت عن القبيلة، يعني أنت ابن عاق. إحنا مش محتاجين لك، شايفينهم أنتم الآن قبائل في ليبيا، أبنائها دايرين ميليشيات طالعين عن طوعهم. لما نتصلوا بهم ونكلموا فيهم، يقول لك والله ما قدرنا عليه، طالع علي طوري داير عصابه وشادها جيش ورا الناس، قتل، اسر، تشريد. اذا هذا ابن عاق، والعاق احنا مش محتاجين له. واذا كان هو يظن ان دخوله بيننا في حاجة ملحة ليه، أبدا إحنا مش محتاجين. إحنا قادرين الآن على معركة التحرير بدون أي إنسان عاق في قبيلته، بدون أي إرهابي، بدون أي مصاص دماء منتقم. حقوقنا حترجع لنا ثالث ومثلث، حناخذوها بما امرنا الله.
إذا كنا مسلمين، إذا كان حتى أخذنا الحمية ونقول والله هذا فلان خلي دار نومي وبنمشي نقتله، وهذا فلان أخذي مزرعتي وبنمشي نديله، وهذا فلان، إذن إحنا ما في فرق بينه وبينهم، ولن ينصرنا الله. هذا كلام موجه للحرائر، عليهم الآن تحريض أبنائهم، توجيه أبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم وأخوتهم إلى معركة تحرير شريفة. إحنا في 8 شهور كنا دخلنا لمعركة شريفة نخوض فيها بشكل محترم وشريف، لا اغتصبنا واتهمونا بالاغتصاب، ولا انتهكنا حرمات واتهمونا بالانتهاك، ولا دمرنا بيوت على رؤوس عائلتها. وربي كل يوم فضحهم، كل يوم العالم يثبت أن الجيش الليبي قاتل بشرف. هذا انتصار لكم، وبالتالي يا حرار يجب علينا الدخول لهذه المعركة بنفس المستوى. بنفس مستوى الشرف اللي دخلنا به. قبائلنا الشريفة، وهذا النداء الأخير الموجه لهم، على كل القبائل تنظيم صفوفها، على كل القبائل الاتصال فيما بينها، على كل القبائل تحديد النوايا لأبنائها، كل قبيلة تدير نواة اتصال بينها وبين القبائل الأخرى، على كل القبائل خوض معركة التحرير بشرف. المعركة السياسية اللي الآن حنخوضها تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الشرف، إلى القوة. لا أقصد القوة العسكرية، قبائل الشريفة مثل ما أوصاك معمر القدافي اللي الآن مازال يراقب في الأحداث، خلوكم على نفس العهد، على نفس الوصية، على نفس المنوال. أنتم أبناء معمر القدافي، ما تحتاجوا من ينظر عليكم. 40 عام وانتم تستقون من نهر فكر معمر القدافي، مش محتاجين من يعلمكم الاخلاق في القتال، مش محتاجين من يوصلكم لمرحله قتال الفرسان. انتم فرسان، وقتالكم يجب ان يكون قتال نبلاء، قتالكم السياسي والعسكري. اللي يحدث الآن في الساحة انتصار لكل الليبيين، اللي يحدث الآن في سوريا وتحية لسوريا ولأبطال سوريا وللقيادة السورية، انتصار ضد المؤامرة الإمبريالية، ضد القطريين، ضد الفرنسيس، اللي يحدث في سوريا الآن نصر لكم أنتم. سوريا تقاتل من أجل العرب، ولما نقول العرب، العرب الأحرار، مش العرب اللي باعوا القضية،
من أجل الليبيين ومن أجل السوريين. سوريا الآن تصفحهم كل يوم. علينا أن نستثمر هذا الانتصار. ما تأخذناش الحمية، ما أخذناش التهور وعدم التفكير والتسرع. ليبيا هترجع قريبا بإذن الله. العلم الأخضر هيرتفع عاليا في السماء الليبية، على الأرض الليبية، وتحت القيادة الليبية. ما نحتاجه الآن قبائلنا، أبناء القبائل، الشباب، أقصد الشباب، علينا من الآن الاتصال فيما بيننا. أنسوا المقاومة، اتركوا المقاومة على جنب. أنتم شباب القبائل، تصلوا فيما بينكم، نسقوا فيما بينكم، استعدوا لمعركة حاسمة حتقدروها أنتم يا شباب. حتى تلتحموا بالمقاومة تكونوا جاهزين فكريا ونفسيا ومعنويا قتاليا. المقاومة لما تجي وتلقى الشباب راكدين هنا حيكون المشكلة. تلقى كل شخص منكم يتصل بأبناء قبيلته اللي يثق فيهم، ديروا خلايا، ديروا اتصال فيما بينكم، جهزوا أموركم السياسية. ما زلت نتكلم على السياسية، أنا لا أقصد العسكريين، العسكري هذا موضوع منفي، نتكلم على التنسيق السياسي، لأنكم الآن داخلين لحرب سياسية، الحرب العسكرية موضوعها منفي. التركيز على فضائح وترهات 17 فبراير الآن، هما في منهم اللي وصل للطريق المسدود من دبي اللي بيروحها في الصومال. علينا أن نضع الحقيقة الآن أمامهم مرة أخرى. زمان حطينا الحقيقة أمامهم وحكينا لهم اللي بيصير وقلنا لهم حرب أهلية وبتروح هيرية والشركات حتهرب وتقتلوا بعضكم ويجوكم القطريين وحيجيك الناس وبيدخل لك لبيتك، وهذا كله ما فهموش. كانت الحمية وقتتهم، المهم تتيح الطاقية، المهم تخلصوا من معمر القذافي. كويس تمام، الآن تخلصوا من معمر القذافي عامين، ووصلتوا للطريق المسدود، وصلتوا لشواطئ الصومال بدل من أبراج دبي. أعطونا مرخص يا فبراريين لثورتكم. يجب أن نركز على هذا العمل. إحنا كقبائل أعطونا المرخص، مرخصكم صفر، ما عندكم شيء ولا حيكون عندكم شيء. احنا داخلين لهذه المعركة السياسية ومعنا رصيد سياسي فكري اخلاقي. هم داخلين لهذه المعركة ورصيدهم الاخلاقي بالسالب،
فيش وجه مقارنة في هذه المعركة بينه وبين الفبراريين، يعني منتصرين عليهم سياسيا، لكن هذا لا يمنع ان احنا نركز على قبائلنا في المعركة السياسية اللي جاية الايام القادمة، لان الفبراريين ما يشتغلوش بروحهم، تشتغل معهم دول أجنبية، تشتغل معهم مخابرات قطرية، تشتغل معهم عصابات أوروبية. هذا الشغل المطلوب الآن الله فيك وطن، تحيري. هذا المرخص ذكرت لكم وطن. احنا لازم نشتغل في 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 عدة خطوط متوازية. ابناء المقاومة العسكرية لهم شغلهم الخاص، ابناء المقاومة الاعلامية والحمد لله يشتغلوا، ولكن مطلوب منهم الان التركيز اكثر. والشغل السياسي مش هيكون منوط به قبيلة معينة أو فئة معينة، والله انكلفوا وطننا وانكلفوا من أنتم وانكلفوا شهيد وانكلفوا فدائية ونقول لهم أنتم مسؤولين عن الشغل السياسي. هذا مرفوض. الشغل السياسي لكل القبائل، مسؤولية كل القبائل الآن، زي ما شبابكم في المقاومة من كل القبائل برضو يجب شغلنا السياسي يا قبائلنا يكون من جميع القبائل. التنسيق موجود. أنا لما نقول لكم نسقوا مش معنى هذا أنه ما فيش تنسيق، في تنسيق، ولكن احنا الآن داخلين لمعركة في الأسابيع القادمة، ما نبيش نوضح يا أخواننا، ممكن وطننا فهم يا أخواننا، في معركة شرسة داخلينها أنتم الآن قبائلنا الشريفة، معركة سياسية خطيرة. إما أن تنجحوا في هذه المعركة يا إما أن تنسوا حاجة اسمها ليبيا نهائيا. التنسيق موجود، ولكن إذا كان إحنا عبينا على فلان وعلان نسقولنا وتأخسر تنسق من هنا ووطننا تنسق من هنا، يعني خلاص قديش منا. هل دخل معركة شرسة قاوم في 6 دول ما يقوم في جردان؟ أنتم الآن لازم توضحوا أن الشرعية موجودة، شرعية معمر قدافي موجودة، يراقب فيكم العالم. بالأمس قالوا المسيرات المليونية فوتوشوب وشغل مفبرك. احنا لازم نثبت لهذا العالم اللي هو عارف اصلا ان 2 مليون اللي طلعوا في طرابلس مش فوتوشوب، والملايين اللي طلعوا في المدن مش شغل مفبرك، وكانوا يدلسون الحقيقة. الان العالم الغربي هيضعنا في النحك. تفضلوا يا ابناء معمر قدافي، اي ورونا، انتم زمان طلعتوا في المسيرات، ورونا يا قبائل معمر قدافي، يا انصار معمر قدافي. هذا الشغل اللي الان مطلوب منكم، علينا ان نشتغل بشكل متواصل. ندير غرفة عمليات سياسية بيننا كقبائل. ما تنسوش قوم بزمام المبادرة. الطرف الآخر يبعث وفود للقبائل للمحاولة ان هو يجمع، صار يبعثين وفود لعدة قبائل عارضين عليهم اموال، وعارضين عليهم يطلقوا أسرهم، وعارضين عليهم
العفو وعارضين عليهم إغراءات. إذا أنت يا قبائلنا قلت والله إني إحنا قبيلة الفلانية أطلقوا لنا المصاريد قالوا نطلقوا لكم أولادكم وبنعفوا على إذناكم وبنشغلوا لكم عويلكم اللي ما ونفرجوا عليهم مرتباتهم وكان الله يبقى الله وإحنا هذا خلاص تنازلنا. إذا أنت قبيلة خرجت عن الـ عن الـ عن الشرعية. أي قبيلة يجيها وفد من الجردان أي كان مصاريد أي قبيلة جهة أي منطقة تحاول تغريها تحاول تشتري ذمتها هم 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 يبيعوا في ذممهم عادي يتوقعوا أن كل قبائل تبيع ذممها. أي قبيلة يغروها بالأموال يغروها بعفو يغروها بطلق أولادها الأسرى الرد حيكون من القبائل من هذه القبيلة. كلمتين إحنا مش قبيلة بروحنا إحنا معنا آلاف القبائل. جيبوا موافقة القبائل الأخرى وإحنا ما عندناش مشكلة. جيبوا موافقة التوارب وجيبوا موافقة النجارحة وجيبوا موافقة الورفلة وترهونة والمشاشية والعجيلات قبائل سرد والحسون وبن جواد وهراوة وإحنا ما عندناش مشكلة معاكم. هم يستفردوا بكل القبائل كل القبيلة حيشدوها بروح عشان تعرفوا أنهم هم عارفين أن الآن معركة سياسية. هم عندهم المعلومة وعندهم العلم بالمعركة اللي جاية. إحنا إذا قعدنا نتفرجوا على المبادرات بتاعهم وبناء على مبادراتهم إحنا بنتحرك يبقى إحنا من الآن خاسرين المعركة. يجب علينا إحنا المبادرة ردا على علي الكيماوي اللي قال من اللي حينسق بين القبائل. أنا في 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 مداخلة من المداخلات قلت لكم وأولامس كان حضر حتى باتيبيا قلنا يا ريت إحنا نديروا رابطة شباب نسموها أي كانت جبهة الشباب لتحرير ليبيا رابطة الشباب للتنسيق بين القبائل فيما بيننا. كل قبيلة ناخذ منها مجموعة شباب الناس اللي تشتغل وهي اللي حتكون المنسق والمحرك بيننا. الأمر هذا ليه 4 أيام تنسيناه. يا أخوان أنتم مش مستوعبين المعركة السياسية اللي حتدخلوها. تحتاج لمقومات. أنت لما تخش معركة لما تخش المعركة أي من شهرين وكررت لهم يا وطننا أول أمس كان باتيبي حاضر. لما تخش المعركة أول شيء حتفقد قوتك حتفقد ذخيرتك حتفقد سلاحك آلياتك والتموين والوقود وآخر شيء بتحط الخريطة قدامك وبتشوف الهدف بتاعك. أنتم الآن في معركة سياسية من هالمعركة بنتفقدوا كل شيء بنتفقدوا كيف بنتصلوا ببناتنا احنا كقبائل شريكة ومن الحل مسؤول على الاتصال. يبقى خلاص اتفقنا ان احنا بندير جسم خاص بالشباب هو اللي يربط القبائل في بينها. الهدف خوض المعركة السياسية يعني آلية بارك الله فيك أمور يا أخواننا راي ما محتاجة لدعم مالي ما محتاجة لفلوس. يعني لما نقول تعال يا وطننا أنت من قبيلة فلانية وجيب معك أشخاص تثق فيهم تعال يا من أنتم أنت من قبيلة فلانية تعال يبوا منك أشخاص نثق فيهم من كل قبيلة ناخده 10-20 شخص أنتم راكم النواة لهذه الرابطة. كل قبيلة منها 10 أشخاص 20-30 قبيلة 2000 شخص ما بيكونوا في مكان واحد ولا حنجمعهم في قاعة واحدة
هذا أمر أمني خطير جدا، ولكن في اتصال بيننا، هيكون عن طريق الانترنت، هيكون عن طريق منسق هذه الرابطة، نصب عند كلنا. لما يجي أي تافه منهم يحاول يشري قبيلة الجدافة على سبيل المثال، استنى وين ماشي؟ الجدافة عندهم شباب، الشباب يمثلهم 10 أشخاص موجودين في سرته وفي سبها وفي الخارج، انتظروا شبابنا ما لكم حق الآن تردوا على حد، احنا شباب واحنا اللي حنقاتل واحنا اللي حنموت، انتم شبابنا بارك الله فيكم تريحوا بس. نتصلوا بشباب القبائل، يا قبيلة مجارحة، يا ورفلة، يا ترهونة، يا كذا، عن طريق الرابط اللي احنا شكلناها عن طريق 10 أشخاص من كل قبيلة، أبعث لي قبيلتك راهوزونا المصاريد وطالبين من الجداد في المصالحة وطالبين عفو وطالبين كذا، شنو نرد عليهم؟ لما الطرف الثاني التافه اللي جاي بيش الجداد يلقى ان في ترابط ويلقى في اتصالات بين القبائل، ما عادش يقدر يستفرد بأضعف قبيلة مهما أغرها، بتغري منه، بتغري أضعف قبيلة، حتلاقي روحك تدفع لكل القبائل، حتلاقي روحك تطلع في أسرى كل القبائل، حتلاقي روحك ملزم بتنفيذ وعودك مع كل القبائل، وبالتالي هم ما يقدرون، ما يقدروا يطلعوا أسرى القبائل كلها، ولا يقدروا هذا اللي نقصه عن طريق هذه الرابطة. يا أخواننا احنا المعركة داخلينها الآن، بلد طبولها تدق، إذا كلنا مش حاسين بها يبقى احنا اسف في في التعبير، احنا قمه الغباء السياسي، ما نفهمين الوضع اللي صاير امامنا، وغيره ونتفرج وخلاص، ونستنى ترسل تنطيق طب علينا، ونستروا في من انت ما انت يهدز معنا في البالتك، ونجون في الليل شن قال حمزه تهامي، ترى بالله يطمني شن قال على الحي الميت، وشن قال على المقاومه، وامتى بتنزل المقاومه، ونبدو كل يوم يعني هذا روى. انتبهوا رقم، انتم يسرق فيكم الوقت بدون ما نشعروا. اذا كان من خلال هذه الغرفه المناضله اللي اثق فيها جدا، نتمنى الاونر والاعضاء الموجودين الناس اللي اعرفهم جيدا بالاضافه لبعض الاحرار يشكلوا غرفة من الآن، غرفة عمليات لتشكيل رابطة أي كان اسمها، أي كان المهم الناس اللي موجودين فيها، الناس يعتمد عليهم سياسيا أولا، ما نبوهم عسكريين ولا نبوهم ناس قاتل، احنا ناس نبوهم سياسيين أولا قانونيين شباب، والحمد لله اللي بتسخر بالشباب الواعي اللي هم أساس هذه المعركة، ناس تعرف تحيري. ولكن إذا كان تارسرت الآن كمل كلامه، وتحية لي يا تارسرت وبارك الله فيك، كلامك كويس وكلام، وسكرنا البالتوك وجينا غدوة لنفس الكلام، وجي حمزة التهامي وتكلم حتى هو الدكتور حمزة وسمعنا حمزة وسكرنا، وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ياخذنا الوقت، حنلقوا انفسنا 22 قطر تلعب في كاس العالم. لكن اذا كنا اخذنا هذا الامر بجديه وبفعاليه وعن طريق ناس نثق فيهم جميعا، سيبونا من الاسماء اللي الناس متذمره منهم، احنا ابناء معمر جدا في كلنا، وما فيش حد زايد علينا كلنا، لا نبو فلان يقودنا ولا اسم، حتى اسم من الرموز السياسيه الاولى ما نبوهاش، احنا بنشكل بروحنا خلاص، احنا ما عادش عندنا ثقه في حد، احنا بنشكل رابطتنا بروحنا، دماء جديده، ما عاد نبو حد يجي يجري بينا، ولا نبو حد يرقى فوق كتفنا، ولا نبو رابطه
شباب تحرير ليبيا سموها هذا الاسم. نحطوا لها الناس اللي 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 فاهمه والناس اللي خايفه على الوطن. كلهم الاولين جربناهم مع احترامي للقليل. كلونا سرقوا فلوسنا ضحكوا علينا ما ضرنا شيء. انتم اللي حاسين ليبيا. انتم اللي 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 وجعتكم ليبيا. انتم اللي عندكم اسرى. انتم اللي عندكم شهداء. انتم اللي عندكم عوائل بالخارج راقدين تحت الدروج في المقابر. انتم اللي رجلكم في النار. التانيين في فنادق 5 نجوم وفي القرى السياحية وتوقاش عليهم الصيف ما عاد يشبحوا فيكم في شرم الشيخ تلقوهم وفي إيطاليا ويشرف الملابس وفاتحين المكيف وما يركبوش للسيارة في المكيفة ومش بعيد حتى قاعدين في دبي اللي أمس صدروا فينا بالطائرات. لكن أنتم اللي الآن تحرق فيكم النار وأنتم اللي الآن أبنائكم في السجون وأنتم اللي الآن نسائكم يوقف الطوابير أمام السجون في مصراته ويسمع في من الكلام ما يغطي منه الشيطان وجهه. وعزايزكم ماشيات جايات تاكسي من سرد من بروليد من ترعون ومن تبرغة أرد على كلام بنت الوطن أختي بنت الوطن. أني أقصد القبائل سواء اللي في الداخل ولا في الخارج. إحنا بنديروا الرابطة. الرابطة هتكون من ناس في الداخل ومن ناس في الخارج. هتلاقي مجارحة في الخارج ومجارحة في الداخل ورفلة في الخارج ورفلة في الداخل وقدادفة ومشاشية وتورغة وترعنة وعجلات وصيعان ورقيعات في من الداخل ومن الخارج. الكل يجب أن يعرف أن هو تحت رابطة. ما تقدر تعطي وعود مصاريت لأنك حتنفذها بروحك. أنت تحت ظل رابطة عاد يمشي نفذ وعودك بروحك. خذ الرشاوي بروحك. إحنا كمجموعة قبائل اتفقنا ودرنا ميثاق هذا اللي نقصده من الناس البسطاء اللي حيشكلوا الرابطة. الناس البسطاء جدا اللي خايفين على ليبيا اللي ما يزايدوش على حد اللي محروقين على ليبيا. تحية للزاوية وحرار الزاوية. وانا لما نقول كل القبائل حتى الزنتان عندكم ناس شباب من زنتان يدخلوا في الغرفة انتبهوا لهم في المحرار. حتى من المناطق الشرقية وحتى من مصراتة من أنتم يعرفهم كويس. كل القبائل يجب أن نضعها في بوثقة واحدة علشان حتى في هدف ثاني. في هدف ثاني يا اخواننا علشان بكره ما يقطع تار سرد ويقول احنا والله القذافة درنا. ومع احترامي لاخواننا القذافة هم ابن عميني لكن ما نبيش ما يقولوش والله خير ديما يعطي الامثال بالقذافة لانها قبيلتي ما نبيش نعطي مثل بقبيله اخرى. ما يقولوش والله احنا القذافة اللي درنا واحنا اللي مش عارف ما فيش. انت تحت رابطه واحده. مرات رئيس الرابطه هذه والله اللجنه الاداريه بالرابطه هذه مرات من تورقه من 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 نجارحة من ورفلة احنا نتفق عليه. ما تجي زايد علي. انتهي الموضوع. انتهي يوم 20/8
في 2011 مزيدات، كنا الآن تحت هذه الرابطة. اللي عاجبه تمام، اللي مش عاجبه ينطح راسه بالحيط. منتصرين غصب عنهم داخلين، غصب عنهم حنعلقوا الراية الخضراء، غصب عنهم حنطلعوا أسرانا، غصب عنهم حننتقم من شهدائنا، غصب عنهم حردوا أبنائنا، غصب عن اللي يبي واللي ما يبيش. لكن الآن علينا أن نشتغل شغل منظم. رابطة الشباب الجماهيرية لتحرير الوطن، تحية ليك وطننا، هذا الاسم اللي يجب أن يعتمد. اللي القبيلة اللي حتنضم ينضموا شبابها تحت هذه الرابطة، أهلا وسهلا بها. اللي بتقول أني مش ما عندي الشباب لهذه الرابطة ومش مستعدة ننضم معاكم، إذن هي منشقة من الآن ونصدر فيها بيان. من الآن نعتبرها منشقة وما تتبعناش، واللي نديروه هي ما لهاش علاقة بينا. فرجاء إذا كنتم موافقين على الاسم اللي اقترحته الأخت وطننا، رابطة شباب الجماهيرية لتحرير الوطن، فمن الآن شوفوا الأشخاص اللي تكلفوهم بمرحلة تأسيس هذه الرابطة، ولا يخلو الأمر من وجود مفكرين معانا. أبطال وشرفاء، ابتعدوا عن الأشخاص المنمقين بتاعين القراويط، أصحاب الكروش. الله بيك، خليك في بيتك 40 سنة وانت معنا. ما نقعد ندوروا في شباب جداد وين مختفين. ولما نقول شباب من الخارج ومن الداخل، احنا مثلا عندنا مثال ليبيا موجود في الخارج، اي تمام كويس، الجداد خذينا منهم بات ليبيا في الخارج، وبات ليبيا رشح لنا اشخاص موجودين معاه يثق فيهم جدا، ورشح لنا اشخاص موجودين في مصر يثق فيهم جدا، وموجودين في الجزائر يثق فيهم جدا. تمام، اعطينا 10 اشخاص يا بات ليبيا. كويس، جينا اللي في الداخل يرشحهم لي بسرت، عندي فلان وفلان وفلان، ناس مؤثرة ولها كلمة عند الشابين في القبائل قبيلة الجداد ويحترموا فيهم ويشتغلوا. تمام، هذا منتهينا من قبيلة الجداد. تعالوا يا وفلة، جيبوا لنا الشباب اللي تثقوا فيهم في 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 مصر وفي تونس، ومتعين شغل وناس تشتغل مفكرين قانونيين وعندهم كلمة وعندهم رأي ويحترموا فيهم الناس في الخارج، ويجيبون الناس اللي عندكم في الداخل. أطرحونا عدة أسماء، احنا ما نبغى نشوفوا حد ولا نبغى نقابلوا حد، أهم شيء إن احنا نشتغل حتى عن طريق البالتوك. لو حتى أقترح هذا الاقتراح، درنا غرفة خاصة بهذه الرابطة، نسموها غرفة رابطة شباب الجماهيرية، ما يدخلولهاش إلا الأعضاء اللي هم في الرابطة، منسقين القبائل. نقعدوا فيما بيننا في الغرفة ونهدرزوا ونتكلموا، راهو اليوم القبيلة الفلانية راهي بعت لي كذا، راهو صاير كذا فيما بيننا. لما أنت تركب المايك وتتكلم وتقول يا رابطة القبائل، راهو احنا الجداد فراهو امبارح جانا مرسول من قبيلة فلانية وطالب كذا كذا، ولا طالب بصالحنا، ولا طالب بحربنا، ولا طالب شنو رايكم؟ تمام خلاص، اما لا بكره ولا بعد بكره نعطوك الرد. كل شخص ينطلق لقبيلته، لشباب قبيلته، يا اخواننا راهو الجداد فجايينهم كذا، وشنو رايكم؟ شنو نقول لهم؟ شنو يردوا؟ موافقين على الاقتراح اللي وهكذا. هذا يعني في تنسيق. هذه غرفة عمليات درناها من الغرفة. الغرفة شو متاخد؟ اشتراكها قديش بيكلف؟ بنغلبوا فيه مستحيل.
فرجاء يا اخوان خذوا الامر بجديه، اقسم بالله المعركه انا اشوف فيها معركه شرسه، لكن لما نشتغل بشكل منظم وبشكل علمي ودقيق حتكون المعركه سهله جدا، وحنصل الى المرحله الثانيه اللي قلت لكم امس عليها بعد ما ننتهي من المعركه السياسيه نهائيا، حنصل الى معركه التحرير اللي مش حتاخذ 3 ايام. يعني لو انتهينا هالاسبوعين 3 اسابيع من هذا الشغل كل العمليه مش حتاخذ شهر، وتلقوا روحكم في ليبيا باذن الله. نبدا من الان، نتوقع على الله ونبدا من الان. كل واحد فيكم يدير مقترح او يدير ونسقوا اموركم. أنا آسف على الإطالة، ونتمنى أن يكون كلامي وصل لمبتغاه. تحية لكم، إلى الأمام. شكرا لك يا تارثرت، وربي يحفظك إن شاء الله، وربي يطول في عمرك على الموضوع اللي طرحته. وعلى ما اعتقدش في حد عنده سؤال يا حرار قبل ما ناخذ المايك لحد من الحرار اللي ماسكين الدور. ما فيش حد عنده سؤال لاخونا تارسرت ولا شيء ما دام موجود ولا شيء ولا بدل اخوي نبدا كيف حطينا النشيد راه لحظات يا وطننا بس. وعليكم السلام، كل شيء واضح، كل شيء تمام. لحظات يا وطننا تناطط بوجودك يا جرين فايف. تمام لحظة وطننا. نجمة مادي ديك لقط الصوت شوي وطننا. تمام، كان في حد عنده تعليق عنده شيء تفضل. ما تكلم يا أخونا خميس القدافي. يعني والله أسمع، يعني كان ألقى الأسماء مثلا خميس القدافي، نبيل اسم مثلا خميس معمر القدافي خير من كلمة القدافي، لأن استعمل فيها مش احترام من القوت نقداد فخوالي ذا. النيتو هل خارج المعادلة؟ وندر عليه النيتو يا أخونا جرين جنرال، والله أعلم. تحية لك يا عنود. تمام أوكي، نسمي الدكتور وطننا.